الله تعالى وبركاته. إطلالتنا اليوم بالروضة الفتية، روضة غفران وسيرين، بموقعها الاستراتيجي الهام من حي ولاد إبراهام، والذي يتوسط والقريب من أحياء الميركاتورز وكذلك الميلسيس، وهنا بحي ولاد إبراهام سنأخذكم في إطلالة وجولة إلى أهم مرافق هذه الروضة الفتية. الروضة مكونة من ثلاث طوابق وسطح للعب والترفيه مجهز كما ينبغي، مع نظامي التبريد والتدفئة المركزية في كل الطوابق، وكذا التهوية الطبيعية الجيدة في كل الحجرات والغرف، ونظام المراقبة، وتوفر المياه على مدار الساعة. الطابق الأرضي يحتوي على بهو الاستقبال وحجرات لدروس التعليم والقهوة. أما الطابق الأول فهو مجهز بالكامل بأحدث التجهيزات ومخصص للأطفال الرضع والأطفال الأقل من 3 سنوات. وكذا مطبخ ومطعم مجهزين مع اعتماد برنامج غذائي مدروس ومصادق عليه من طرف طبيب مختص بالتغذية، كما توفر الروضة طبيب متعاقد للفحوصات الدورية. أما الطابق الثاني فهو مخصص لأطفال التعليم والتمهيد بتجهيزات وإمكانيات تسمح لهم بتكوين وتقدير جيد. التهوية الطبيعية مكيفة في كل الغرف والأماكن، ونظام التدفئة المركزية. وختامها مسك من سطح الروضة، فضاء ومتنزه لأطفالكم من أجل قضاء أوقات من المتعة واللعب والترفيه. الروضة تعتمد برامج متطورة مع مراعاة سن الطفل وحقه في الترفيه والتسلية والتعلم المدروس، وفق مناهج نظامية مع فترات للتنشيط والرياضة وتنظيم خرجات بيداغوجية وترفيهية دورية. وكما تابعتم معنا، الروضة بموقعها الاستراتيجي الهام والمميز، وبهذه الإطلالة الجميلة من سطحها الجميل وكذلك من التجهيزات والتأطير والتكوين، وهو ما يجعلها روضة مثالية بامتياز. لا تضيع الفرصة للاستفسار وكذلك للتواصل معنا. التحقوا بموقع الروضة بحي ولاد إبراهام أو الاتصال عبر أرقامنا الهاتفية التي ستظهر عبر الشاشة.